أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الأول في تفسير سورة القصص. وهذه السورة الكريمة من السور المكية التي نزلت قبل الهجرة، وسميت بالقصص أخذا من قوله تبارك وتعالى: فلما جاءه، يعني من قول موسى عليه السلام: فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف. وتعرض السورة الكريمة في مجملها نبأ موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وما جرى له من فرعون. وقد ذكرت فيما سبق أن قصة موسى عليه السلام تكررت في القرآن 19 مرة، لكن بطرق متعددة متنوعة، تشويقا للسامع وأيضا لفتح مجال للتدبر والاعتبار من هذه القصة العظيمة. وافتتحت بالأحرف المقطعة، وقد مضى الكلام على أن الأحرف المقطعة أنها مما استأثر الله تعالى بالعلم به. وقوله: تلك آيات الكتاب المبين، أيضا سبق في سورة النمل وفي سورة الشعراء، وأنه ثناء على القرآن، وأنه مبين، يعني مبين بين واضح ظاهر في نفسه، وأيضا مبين وموضح للبعث وأشراط الساعة، وكذلك الهدى والحق وما أمر الله تعالى به. ثم قال الله تبارك وتعالى: نتلو عليك يا محمد، نتلو عليك من نبأ موسى، أي نوحي إليك من خبر موسى وفرعون بالحق بالصدق لقوم يؤمنون. وخص المؤمنين لأن أهل الإيمان هم الذين ينتفعون من هذا، لقوم يؤمنون. ابتدأت القصة بقوله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض، وسبق الكلام كما أشرت عن فرعون وما جرى منه في سورة الشعراء قريبا، وفي سورة الأعراف، وفي سورة طه. إن فرعون علا في الأرض، يعني تكبر وتجبر بسلطانه، والمراد بالأرض هنا هي أرض مصر، المراد بالأرض أرض مصر. ومن علوه وتجبره أنه ادعى ما ليس له، ادعى الربوبية، وجعل أهلها شيعاً، يعني جعلهم فرقاً وأصنافاً في خدمته، يشايعونه على ما يريد ويطيعونه، يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، وهم بنو إسرائيل، يستضعف طائفة منهم
ثم بين الله وفسر هذا الاستضعاف بقوله يستضعف طائفة منهم اللي هم بنو إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فهو فرعون يذبح أبناء بني إسرائيل ويترك النساء، لأن المنجمين في ذلك الزمن أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل. والعجب من حمق فرعون، لأنه إن كان الكاهن الذي أخبره بذلك صادقا عند فرعون فالقتل هل ينفع؟ ما ينفع. وإن كان كاذبا فلا معنى لقتل بني إسرائيل، ليش يقتلهم؟ لكن هذا هو الحمق والتجبر والعلو والطغيان. إنه كان من المفسدين في الأرض بالمعاصي والتجبر وادعاء الربوبية، والقتل لا شك أنه نوع من أنواع الإفساد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يعني نتفضل عليهم بعد استضعافهم اللي هم بنو إسرائيل، والمراد بهؤلاء ونريد أن نمن على الذين استضعفوا اللي هم بنو إسرائيل، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، يعني قادة في الخير ودعاة إليه، ولاة على الناس وملوكا. وهل حصل هذا؟ حصل، نعم. ماذا قال موسى عليه السلام؟ وإذ قال موسى اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين لملك فرعون ومساكن القبط وأملاكهم. فيكون ملك فرعون يكون ومساكنه لبني إسرائيل، كما قال الله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا التمكين المذكور في الآية التي قلتها آنفا، ونمكن لهم في الأرض، نمكن لهم في الأرض يتصرفون فيها، نجعلهم مقتدرين على هذه الأرض يتصرفون فيها كيف شاءوا، كما في الآية التي سبقت آنفا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل ما صبروا. ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. قرئ ويرى فرعون، لكن تصير مرفوعة ولا منصوبة؟ ويرى، إذا كانت ويرى أحسنت، ويرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ويرى وقرئت ونري. وفرعون وهامان اللي هو وزيره، هل ذكر في القرآن في غير هذا الموضع ولا ما ذكر؟ أين ذكر؟ نعم، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، هو وزيره. منهم نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ممن؟ من بني إسرائيل، من المستضعفين، ما كانوا يحذرون. يعني أن الله جل وعلا يريهم أن اجتهادهم في دفع ما كتب الله وهلاك فرعون أنه هذا لا يمكن، إذا أراد الله أمر لا يمكن أن يرد أمره، كما قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
وأوحينا إلى أم موسى، يعني قذفنا في قلبها كما قال قتادة، وليس المراد بالوحي اللي هو نزول الوحي عليها، لأنه لم يكن في النساء نبية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحكي في هذا الإجماع. إنما المراد بالوحي هنا وأوحينا إلى موسى، يعني قذفنا في قلب أم موسى. وأوحينا إلى أم موسى لأن أهل التفسير قالوا إن موسى، إن فرعون لما كاد بنو إسرائيل أن يفنون من القتل، اقترح عليه بعض الناس أنه يقتل أبناء بني إسرائيل، يقتلهم سنة ويتركهم سنة، فولد هارون شقيق موسى في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى عليه السلام في السنة التي يقتل فيها. فهنا لما ولد موسى في السنة اللي يقتل فيها خافت عليه أم موسى، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تجعل له تابوتا وتلقيه في اليم، واليم في الأصل هو البحر، والمراد به هنا النيل كما قال الطبري، تلقيه في النيل، في نيل مصر. إذا خافت عليه، لأنهم كانوا يطوفون على البيوت ويفتشون أي ذكر من بني إسرائيل يذبح في الحال أمام أمه، قمة ما يكون من الإفساد في الأرض والجبروت والعتو والطغيان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني في النيل، ولا تخافي، يعني على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه، ولا تحزني لفراقه، ولا تخافي على ولدك من فرعون وجنده أن يقتلوه، ولا تحزني أي لفراقه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وكفى بالله وكيلا، كفى بالله حسيبا. رب العالمين جل جلاله، الأمر أمره والحكم حكمه، تكفل بهذا، قال إنا رادوه إليك، إذن لن يظفر به عدو أبدا ولن يذهب، وجاعلوه من المرسلين في آخر أمره. لكن هل هذه رؤيا رأتها في منامها، أو أن الله جل وعلا ألهم في قلبها هذا الأمر، أو كان ذلك بملك أرسله الله يخبرها به؟ كل شيء محتمل، لكن ليظهر أنه ألهمت هذا. وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون. الفاء يقولون هذه يسمونه فالتقطه، يسمونه الفصيحة، أفصحت، فالتقطه آل فرعون. والالتقاط إصابة الشيء وأخذه من دون طلب مباشرة. وآل فرعون إما أن تكون زوجته أو جنوده، المهم أنهم التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التقطه آل فرعون ظنا منهم أنهم محسنون إلى أنفسهم ليكون قرة عين لهم، فكانت عاقبة التقاطه إياه منه هلاكهم على يده. سبحان الله. ولهذا يقولون هنا اللام فالتقطه آل فرعون هي لام العاقبة، وليست لام، أحسنت، وليست لام التعليل، إنما هي لام العاقبة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ليكون لهم عدوا وحزنا، هم أخذوه على أنه قرة عين لهم، فكانت عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا. سبحان الله. يقال إن معاوية رضي الله عنه سمع أن أحد أعدائه شرب عسلا فمات، فقال إن لله جنودا منها العسل، إن لله جنودا منها العسل.
ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون، هذه كالتعليل لما قبلها الجملة، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، أي عاصين آثمين في كل أفعالهم وأقوالهم. وقالت امرأة فرعون، وهي امرأة مؤمنة كما قال الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون آسية مؤمنة قالت: قرة عين لي ولك. هذا المولود قرة عين لي ولك، فلما رأته وأخرجته من التابوت خاطبت فرعون بقولها: لا تقتلوه، دعوه، هذا سيكون قرة عين لي ولك. فصار قرة عين لها، ولكن فرعون أبى، يقال إنه قال: لا، قرة عين لك أنت، أنا لا. فكان كذلك. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل إنها كانت ما تلد فاتخذته ولدا لها، وهم لا يشعرون أنهم على خطأ في التقاطه، ولا يشعرون هلاكهم هم على يده. قرة عين لي ولك، هذا خطاب لمن؟ لفرعون. ثم التفتت إلى جند فرعون وحرسه، اللجنة الموكلة بالذبح، فقالت: لا تقتلوه، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ثم قال الله تعالى مخبرا عن حال أم موسى: ما الذي جرى لها بعد أخذ ابنها؟ قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى، كأنها لم تهتم بشيء سواه. أصبح فؤادها وقلبها فارغ من كل شيء، ما تفكر إلا في موسى، ولا تلام على هذا، وإن كانت واثقة من وعد الله، لكن يبقى أن الإنسان بشر، فهو خالي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني هنا الله جل وعلا ربط على قلبها، ولكادت أن تتكلم، كادت أن تخبر: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. كانت تظهر أمر موسى وأنه ابنها من شدة ما نزل بها من الخوف والحزن. لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن الله جل وعلا ثبت قلبها وقواه وأنزل عليها السكينة لتكون من المؤمنين، من المصدقين بوعد الله، أنه قال: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك. ومع ذلك فعلت الأسباب، هي متوكلة على الله، وقالت لأخته قصيه، قالت أم موسى لأخت موسى: تتبعي أثره، انظري خبره، أين ذهب وإلى أين صار، قصصت الشيء إذا تتبعت أثره متعرفا لحاله. ومنه سميت القصة قصة، لأن الشخص يأتي بها يسوقها شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى آخرها، فيقال قصة هذه، لأنه تقصصها تتبعها من بداية الأمر إلى آخره. تتبعت موسى تمشي في أسواق مصر والشوارع تبحث عن ما الذي جرى، قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، يعني أبصرت موسى عن بعد
أصله من مكان جنب، يعني أبصرت موسى ونظرت إليه مكان بعيد وهم لا يشعرون. ثم قال تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منع الله جل على موسى أن يرضع من امرأة، جلبوا له جميع المراضع يعطون واحدة ويبكي يريد الرضاع الحليب، كل ما أعطوا واحدة مرضعة رفض ما يرضع. وحرمنا عليه المراضع من قبل، من قبل أن نرده إلى أمه، فقالت أخته لما رأت امتناعه من الرضاع وقفت كأنها يعني محتسبة: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هل أدلكم على أهل بيت يضمونه ويقومون على شأنه ولعله يقبل رضاعه وهم له ناصحون مشفقون ما يقصرون في إرضاعه وتربيته؟ جاء في بعض التفاسير وبعض الأخبار قال لها: من هم؟ قالت: أمي. أمي. قيل لها: وهل لأمك لبن؟ قالت: نعم، لبن أخي هارون، لبن أخي هارون. فدلتهم على أمها بهذه الطريقة. وقيل إنهم قالوا: من أين لك وهم له ناصحون؟ قالت: هم كيف عرفت إنهم سينصحون لهذا الطفل؟ قالت: هم ناصحون وهم له ناصحون، يعني لفرعون وبيته وأهل بيته ناصحون لهم، فسيرعون هذا المولود من أجل فرعون. رجع موسى بأمر الله فأعطي ثدي أمه فالتقمه، وصارت تعطى أجرة، فكانوا يقولون في المثل: هذا كأم موسى، ترضع موسى وتأخذ أجرة على ذلك. صاروا يأتون به ويجرون لها في الشهر شيئا من المبلغ من المال وترضعه ولا يغاب عنها. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى، لما بلغ أشده واستوى، والأشد هو بلوغ كم؟ 40، والعادة اللي يبعث فيها الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكمل خلقه وعقله، أرسله الله سبحانه وتعالى، أتاه علما ونبوة ووحيا وبعثه إلى فرعون. قال الله: وكذلك نجزي المحسنين. كمل الآن موسى، أعطاه الله تعالى علما وحكمة وفهما، وقيل كان هذا قبل النبوة، كانت هذه الحكمة والفهم وما أوتيه كان قبل النبوة. وقد تقدم في سورة البقرة شيء حول هذا الموضوع، وكذلك في غيرها. ودخل المدينة، يعني دخل موسى مصر، على حين غفلة من أهلها. قيل إنه لما عرف موسى إنه على الحق، أو عرف بعض الناس إنه على حق وعلى خير، وإنه من بني إسرائيل، حاولوا أنهم يكيدون له. وقيل دخول موسى كان في وقت غفلة من الناس، يعني إما بوقت القائلة ولا بين المغرب والعشاء. المهم دخل هذه المدينة فوجد فيها رجلين يقتتلان، بينهم مشاجرة: هذا من شيعته، يعني من بني إسرائيل، وهذا من عدوه من شيعة فرعون، من قوم فرعون، من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته، يعني طلب من موسى أن ينصره ويعينه على خصمه، فأغاثه، لأن نصر المظلوم واجب في جميع الديانات. وقيل إن هذا القبطي أراد أن يسخر موسى
ليحمل حطبا، أراد أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطبا، فرفض أن يحمل الحطب، فصار بينه وبينه مشاجرة، فرأى الإسرائيلي موسى فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه، فوكزه موسى فقضى عليه. والوكز هو الضرب بالكف، فوكزه، ويصح أن يقول فلكزه ولهزه في صدره، يعني جمع كفه وضربه هكذا، فقضى عليه فرغ من قتله، مات. موسى كان قويا، بس عطاه كذا مع صدره مرة واحدة فمات القبطي في مكانه. موسى عليه السلام ما قصد أن يقتله، إنما قصد تأديبه، لكنه مات من شدة اللكزة أو الوكزة أو اللهزة، لكزه ووكزه ولهزه بمعنى واحد، جمع كفه. فوكزه موسى فقضى عليه، يعني قتله، وكل شيء، يعني موسى ما قصد قتله كما سلف، وإنما قصد أنه يدفع ويبعد عنه، أبعده بقوة فقضى. ولهذا قال موسى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، مع أن المقتول مسلم ولا كافر؟ كافر حقيق بالقتل، لكنه أصلا موسى في ذلك الوقت ما أمر أنه يقتل الكفار. إنه عدو، أي الشيطان، عدو مضل مبين، عدو يسعى في ضلال الإنسان. قال ربي إني ظلمت نفسي. طيب، هل جاء ذكر هذا في القرآن؟ نعم، قال فرعون لموسى في سورة الشعراء ألم نربك فينا وليدا ولبت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، إلى آخر الآيات. يعني الآيات في سورة الشعراء مع الآيات من سورة القصص يوضح بعضها بعضا. المهم أن موسى عليه السلام دعا ربه فغفر الله له، دعا ربه فغفر، قال هذا من عمل الشيطان، هذا القتل تسبب الشيطان لي بأن هيج غضبي حتى ضربت هذا فهلك من ضربتي، إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم، غفر الله له هذا الأمر وعفى عنه. قال موسى ربي بما أنعمت علي، بما أنعمت علي بالمغفرة فلن أكون ظهيرا للمجرمين، كأنه أقسم بما أنعم الله عليه أنه ما يظاهر مجرما ولا يكون مع هؤلاء القوم، لأن الله أعطاه علما وخيرا فلا يكون معهم، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة، تركنا بعض الآيات، قال ربي فلن أكون ظهيرا، أي نعم، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائفا ممن؟ من فرعون وملئه، إنهم يؤذونه بشيء، كانوا يبحثون من هو القاتل الآن، يبحثون من هو القاتل. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترقب، نعم، يترقب أن أحدا ينزل به مكروها، أو أنه يترقب الفرج من الله أنه يذهب إلى أي، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، صاحب الإسرائيلي اللي أمس متمشكل مع وادي تمشكل مع ثانية الآن. قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني كل يوم تسبب مشكلة، أمس سببت لنا مشكلة فمات رجل بسببه، كل يوم تدخل مشكلة هوشة ثانية، يعني قتال آخر، إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش موسى عليه السلام يؤدب القبطي اللي هو عدو لهما،
عدو الموسى وعدو الإسرائيلي، خاف الإسرائيلي موسى لما قال إنك لغوي مبين، خاف أنه يقتله. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ ففضح موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وهو القبطي، وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي، هذا اللي يظهر من الآية. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فهنا خلاص انكشف أمر موسى عليه السلام، فذهب هذا الرجل القبطي وأخبر عن موسى أنه هو القاتل بالأمس، فجاء جند فرعون وملائه جاءوا يبحثون عن موسى. فموسى عليه السلام قبل ما يعثرون عليه جاءوا مع الطريق الأم، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى من آخر المدينة، هذا الناصح، قيل مؤمن آل فرعون قيل غيره، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. هذا جاء ناصحا لموسى قبل ما يهجمون عليه الملأ، جاء من طريق أخرى سريعة خفية ليحذر موسى، فموسى امتثل الأمر إني لك من الناصحين في الأمر بالخروج. فخرج موسى عليه الصلاة والسلام من المدينة من مصر وهو خائف من هؤلاء القوم الظالمين، خائفا يترقب، ثم توجه إلى ربه قائلا ربي نجني من القوم الظالمين، خلصني من القوم الكافرين وادفعهم عني وحل بيني وبينهم. ولما توجه تلقاء مدين قاصدا جهة مدين قال ولما توجه تلقاء مدين وكان ما يعرف الطريق لكنه يعرف أنه في هذه الجهة بلاد مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي أن يهديني سواء، يعني عسى الله أن يرشدني نحو الطريق المستوية إلى مدين. فدعا ربه وتضرع إليه أن يدله على طريق مدين، لأنه في هذه الحالة لأنه محتاج إلى ربه تبارك وتعالى، وهو أيضا مطارد ولا يعرف الطريق. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، يعني عسى ربي أن يهديني إلى طريق مدين فلا أضل ولا أحيد عنه. نسأل الله الكريم يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.